من المعروف انه الاكتئاب خلينا نقول الفصولي بيبلش ببدايه فصل الخريف وبيستمر كل الشتاء، لنبلش الربيع بنفسيه وطاقه ايجابيه جميله. ما بعرف، هو انا بقول حسب كل نفسيه كل شخص فينا. تمام يا رشا، يمكن بهي الفتره تحديدا بتلاقي كثير من الاشخاص قاعدين زعلانين، مزعوجين، مكتئبين، ما بيعرفوا شو السبب. السبب هون الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم، ما يسمى بالاكتئاب الموسمي اللي ممكن يأثر بشكل كتير كبير على الشخص وعلى حياته العملية. أكيد تفاصيل كتير مهمة رح يخبرنا عنهم ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور سمير هادي. صباح الخير. يا صباح الخير من وردي الياسمين. يسعد صباحك دكتور سمير، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن الاكتئاب الموسمي، واليوم في ناس كثير بتعاني من هي القصه، وفي ناس هي بتحسها انه هي طاقه، انا اعطيت هي الطاقه لشخص ثاني لحتى يشعر فيها قد ما بنق بالقصه يعني. فخلينا نتعرف من خلالك عن هي الفكره. بالبدايه خلينا نعرف شو يعني اكتئاب موسمي. هي حاله مزاجيه معينه ممكن تكون او تستمر مع الشخص اما خلال فتره الشتاء او خلال فتره الصيف. هي الفكره بتبدل الاجواء، تغيير بروتين الحياه، تغيير بالنظام الحياتي بشكل عام، وممكن يكون احد الاسباب هو تغييرات هرمونيه مثل هرمون السيروتونين اللي هو مسؤول عن السعاده. ممكن يصير في انخفاض بهذا الهرمون، بالتالي بيصير في تبدل بالمزاج وبيحصل هذا النوع من الاكتئاب اللي هو غالبا بيكون خلال فترة الخريف والشتاء. يعني النسبة الغالبية هي خلال فترة الخريف والشتاء. لهيك بنشوف ببعض الأحيان انه في اشخاص شتويين بيحبوا اجواء الشتاء لانه الاكتئاب عندهم بيكون خلال فترة الصيف. صحيح. وفي اشخاص بالعكس هن الاشخاص صيفيين بيحبوا اجواء الصيف لانه هن بيتعرضوا لهذا النوع من الاكتئاب خلال فترة الخريف والشتاء. تمام دكتور، خلينا نحكي اكثر شو هي الاعراض او العلامات او الدلائل أو الإشارات اللي ممكن تظهر عند الشخص اليوم ويعرف إنه هو عنده هذا الاكتئاب الموسمي. هل هو إنه خلص على طول زعلان ومتضايق، أو ممكن تكون ببعض الأوقات أعراضه صامتة، الشخص هو ما يعرف إنه عنده هذا الاكتئاب؟ تماما. هلا نحن بس عرفنا العوارض سهل علينا الموضوع. اهم العوارض انه بيكون في نوع من العزله الاجتماعيه. نحن عم نحكي انه هو الاكثر شيوعا خلال فصل الخريف وفصل الشتاء، وبالتالي بصير في نوع من انخفاض التفاعلات الاجتماعيه. ما بيعود في زيارات مثل اول وعلاقات مثل قبل مثل ما بتكون خلال فتره الصيف، فبصير في نوع من العزله الكنكنه مثل ما بنقول عنها بالشتاء وبالبرد. اثنين، هو موضوع الضوء الطبيعي، ضوء الشمس. لما بينخفض هذا ضوء الشمس وبتصير المعدلات أقل، فهذا بيأثر على الدماغ، وبالتالي بصير الشخص عنده نوع من المزاجية الصعبة، تبدلات بالمزاج، هو مانو مرتاح، حاسس حاله مانو طبيعي. طبعا نحن في حالة من الحالات إذا كان هذا النوع من الاكتئاب بشكل مبالغ فيه، بشكل مرتفع، فنحن بننصح بالتوجه لأحد الأخصائيين ليقيم الحالة. لكن إذا كان ضمن المستويات المعقولة مثل ما حكينا، سبب انخفاض بضوء الشمس، العزلة الاجتماعية، تغييرات بنظام الحياة اليومي، لأنه أوقات النوم بتختلف، لأنه النهار بصير أقصر، الليل بصير أطول، في كتير أسباب وكتير عوارض بمس الشخص نفسه بيعرف أنه هو عنده اكتئاب موسمي. صحيح دكتور سمير، أحيانا كتير منشوف الشخص المكتئب في خلل بالوزن عنده، بصير فرط بالوزن، بيقول لك انا عم فش قهري بالاكل، انا ما عندي شيء اعمله، يا بنام يا باكل. قد ايه لها علاقه هاي القصه بالاكتئاب الموسمي؟ واليوم شو هي اهم الانظمه الغذائيه الخاطئه اللي نحن بنتبعها؟ يعني كونه عم نكنكن، معقول نكنكن كل الشتاء او الخريف على الاكل يعني؟ هلا هو هذا اغلب الامور الخاطئه اللي ممكن نتبعها، انه نحن لما بندخل بالفصول البارده، الاجواء البارده من الخريف والشتاء وقعدنا بالبيت، فبتصير فشه الخلق هي الاكل وموجودات البيت بطريقه خاطئه، ما بيعود في اتباع نظام صحي مناسب. بنلاحظ انه بعض الاشخاص اذا هن خلال الصيفيه بيكونوا معتادين على اجواء الجيم، فبيبطلوا يروحوا بيأجدوا بيقولوا الدنيا برد. اذا هن معتادين على المشي والرياضات بالطبيعه كمان بالأجواء الباردة بنلاحظ بأنه خففوا أو بطلوا يروحوا. بنلاحظ وجودهم بالبيت وتناولهم للمأكولات بشكل عشوائي، خاصة السكريات تماماً، الحلويات، الأمور اللي غير صحية، المأكولات الدسمة، هذا كله بيساعد على اختلال بالوزن، بصير في مرحلة من زيادة الوزن الغير مبررة. طيب سؤال اليوم، مين هنون أكثر الأشخاص يلي ممكن يتعرضوا للاكتئاب الموسمي؟ أنا
بكره الشتاء كثير. بكره الشتاء دائما في انواع من الشخصيات وانواع من الناس. بنلاحظ بانه في اشخاص حساسين جدا، ممكن اذا بمروا يومين الطقس فيهم مكركب هن يمرضوا ويتكركبوا مع هاليومين اللي مروا فقط، فهذول اشخاص حساسين جدا. في اعمار معينه مثلا ممكن فعلا هي تتعرض. هلا ما بعتقد انه العمر له علاقه، احيانا بنشوف فئه المراهقين، احيانا بنشوف فئه الاشخاص الكبار بالعمر، لا ما بعتقد انه العمر له علاقه تماما، لانه لكل انسان شخصيه معينه. احيانا في اشخاص ما بتاثر فيها هي العوامل، موجودين بحياتنا ونحن بنشوفهم انه بالبرد طاقتهم عاليه وبيطلعوا بيشتغلوا من الصبح للمساء بشكل اعتيادي، بالشوب نفس الشيء بيطلعوا بشكل اعتيادي، ما كثير بيتاثروا بهي التفاصيل. لكن كل ما كان الشخص حساس اكثر كل ما كان الشخص تماما بيتاثر بشكل اكثر. طيب اليوم مثل ما قلنا الدكتور انه نحن في اطعمه وخاصه السكريات بنروح عليها بهذا الموسم فرشه خلق على اساس يعني، ولكن بالمقابل ايضا في اكلات اطعمه ممكن تعمل لنا توازن باجسامنا، تخفف من الاكتئاب عند الاشخاص اللي عندهم حساسيه تجاه الفصول. شو هي اهم الاطعمه اللي نحن المفروض نعتمد عليها بهذا الفصل؟ صحيح. بالمناسبه كثير في مزيج ما بين الاطعمه والنوع الاكل اللي بناكله وبين الحاله النفسيه، كثير بيكون في ترابط مهم، فضروري نحن نعرف شو نوع الاطعمه او شو اهم الاطعمه اللي بترفع عنا معدلات السيروتونين وبالتالي بتعدل المزاج. من اهم هاي الاطعمه هي كافه انواع الخضروات والفواكه الطبيعيه، بالاضافه للاسماك، المكسرات جدا هامه، المواد او الانواع الغنيه بالكربوهيدرات مثل الشوفان مثل الذره، هي الامور كمان جدا بترفع من مستوى السيروتونين. الشوكولات داكنه كمان كثير مفيده، الموز، التوت، هي الاغذيه كلياتها بترفع من معدلات السيروتونين. هلا نحن ليش بيهمنا نرفع من معدل هذا الهرمون؟ لانه الحاله المزاجيه بتكون افضل، وبالتالي انا بكون عم اضبط حاله الاكتئاب عندي واتخلص منها. بالاضافه يعني حكينا عن الجانب الغذائي، كمان الرياضات البدنية مهمة جدا. نحن خلال فترة الخريف والشتاء بصير في عنا نوع من الخمول والكسل، نحن ما نستسلم لهذا الخمول، نحاول نمارس أي نوع من أنواع الرياضات إن كان داخل المنزل أو خارج المنزل، أقلها المشي، بحيث أنه يكون في حركة بدنية وحرق سعرات، وبالتالي يعني تعديل بالمزاج العام ورفع مستوى هرمونات السعادة. اليوم يمكن في كثير أشخاص مصابين بهيدا الاكتئاب نسبة كبيرة، ولكن ما بيعرفوا أنه هن فعلا مصابين بهذا الاكتئاب، كيف ممكن نشخص هذا الاكتئاب اليوم؟ اليوم فينا نشخصه عن طريق عدة عوارض. لما بيكون هذا الشخص حالته الطبيعية كل العام، لكن لما بتمرق هاي الفترة، فترة الدخول بمراحل الخريف، ببلش يحس بمزاج متقلب غير مبرر. نحن دائما لازم نفرق ما بين لما يتقلب مزاجي بسبب مشكلة معينة، أو لما بصير في تغيير مزاج بدون أي سبب، فقط أنا مالي مرتاح، فقط حاسس حالي معكر. بالإضافة لبعض الخطوات اللي حكينا عنها قبل شوي، الميول للعزلة، الميول للابتعاد عن الناس، الكنكنة، هو ما عم يتعرض للطاقة الكافية من نور الشمس، هاي التفاصيل كلياتها بتعطينا انطباع كافي انه هذا الشخص عنده نوع من الاكتئاب الموسمي. وبرجع بذكر هون عم نحكي عن الحالة الطبيعية الاعتيادية اللي اغلب الناس عندهم اياها، لكن اذا كان لا الموضوع في مبالغة، يعني الشخص خلص قاعد بالبيت ما بده يشوف حدا، ما بده يروح، ما بده يشتغل، عطل حياته بالكامل، لا هون نحن عم نحكي عن نوع اخر، عن نوع يعني اخر من الاكتئاب، ويجب على استشارة مختص. طيب يوم هدول الأشخاص اللي هن أكثر عرضة لهذا الاكتئاب وعندهم درجة حساسية خلينا نقول زايدة جدا، وممكن يلجأوا للأطباء أن الطبيب النفسي، هل اليوم ممكن يكون الأدوية هي علاج لهذا الاكتئاب؟ هل الأدوية هي دائما آخر حل؟ وبالمناسبة موضوع الاكتئاب اليوم أغلب الناس بتفكر أي تقلب بالمزاج فمعناها اكتئاب، لا، ممكن يكون في مشاكل تانية نفسية غير الاكتئاب، هي بتتشابه تماما، بتتشابه أعراضها، يعني مثلا مثل اضطراب الشخصية الحدية، مثل نوع من أنواع الوسواس القهري، حتى الاكتئاب في اكتئاب مزمن، اكتئاب حاد، اكتئاب بيكون ببدايته. ففي كثير من النقاط يلي بيجهلها أغلب الناس، الناس بتعتقد فقط أنه أنا خلص ماني مبسوط معناها أنا عندي اكتئاب، لهيك نحن بنقول يلجأ
بيلجأ للمختص، المختص بيعرف كثير منيح، يقيم الحالة، يعرف شو اللي عم يصير مع الشخص. مثل ما حكينا اللجوء للأدوية هو آخر بس شيء. بس في كثير أطباء بيعطوا الأدوية أول حل يعني. هلأ ممكن حسب رأي الطبيب بالنهاية وحسب تقييم الحالة مثل ما حكينا، لكن نحن دائما بننصح بأنه نبلش بالأمور الطبيعية، ننصح بالرياضة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، الأدوية الطبيعية، تقرب من الطبيعة، تغيير روتين الحياة. يعني مثلا لازم يكون في ساعات من النوم كافية ليلا، شرب كميات منيحة من المي، الابتعاد عن الأشخاص السلبيين بمحيطنا. هاي التفاصيل كلياتها بتساعدنا من التخلص من الاكتئاب، لكن إذا كان بمراحل متقدمة وقتها ممكن المختص يلجأ للدواء. بلقاءاتنا السابقة معك كنا نحكي عن الطاقة السلبية وقد هي اليوم ممكن تنتشر على الأشخاص اللي حوالين الشخص، ممكن تأثر بشكل كتير كبير وتعديهم اليوم. بنفس القصة اليوم نحن عم نحكي عن الاكتئاب الموسمي، اليوم قد ممكن ينتشر وينتقل من شخص للثاني، إن كان ضمن البيت أو ضمن الرفقة أو أي شيء، ممكن يعدي الأشخاص وينشر فعلا طاقة سلبية بالمكان. بالضبط، لأنه بالنهاية جسم الإنسان هو مثل الإسفنج يمتص الطاقات المحيطة، لهيك بنشوف إنه الشخص الإيجابي لما بيكون بمكان بينشر الإيجابية، والشخص السلبي ممكن يدخل لمكان مو عاجبه شيء بالحياة فممكن ينقل هاي العدوى. وهذا اللي عم نحكي عنه نحن، لما بيكون الشخص مكتئب خلص في عنده يأس، في عنده أحباط، فممكن تواجده بين أشخاص ضمن عيلته فرضا أسرته أو أصدقائه ممكن ينقل هاي العدوى. لهيك دائما نحن بننصح انه ما ناخذ بكلام هدول الناس السلبيين، ما نحط هذا الكلام ببالنا ونتاثر فيه، نحاول نحن ناثر فيهم بايجابيتنا، بتفاؤلنا، بطريقه تفكيرنا وطريقه تعاملنا مع الامور. اليوم ابسط حل خلينا نقول للتخلص من الامور السلبيه والاشخاص السلبيين الموجودين بمحيطنا انه نحن نحط حالنا خارج المشكله نفسها، ونفكر بعقلانيه وحكمه وهدوء، نتروى، ناخذ وقتنا وننظر للموضوع من الخارج، بالتالي هذا بيسهل على نخلصه من الحالة اللي هو فيها، نقدم له النصيحة المناسبة وما نتأثر بالطاقة السلبية اللي هو عم يتمتع فيها. أصلا في ناس كتير ما بيعني لا فصل الخريف ولا فصل الشتاء يعني مرور الكرام، ولكن قد ما وبتبلش البسطات تبع رجع أيلول وورق الأصفر تحس إنه أنت لازم تروح بهي الموجة وتعرف ليش الورق الأصفر، وبتحس بخريف عمرك. تماماً، العقل الباطن له دور كبير بيستجيب. ولكن اليوم الأهل وقت أحد الأشخاص الأبوين بيكون عنده هي الحالة إلى تأثير جداً سلبي على الأطفال في البيت، الأطفال اليوم يمكن يمرقوا بهي القصة ونحن ما ننتبه. يعني اليوم شو تأثيرها السلبي على الأطفال بالبيت؟ هلا اذا كان الشخص مثل ما تفضلتي وحكيتي رب الاسره هو اللي عم يعاني من هذا الموضوع، هو لازم يتخذ النصائح اللي حكينا فيها حتى ما تستمر معه هي الحاله طول فتره الخريف والشتاء. احنا بيهمنا ما يستمر بفتره الاكتئاب الموسمي 4 شهور و5 شهور ويضل هو ما له مرتاح ولا له مريح الاشخاص المحيطين فيه كعائله واسره واصدقائه بالعمل، لانه مو بس ببيته حتى ممكن بعمله ياثر على الاخرين. صاروا هدول الاطفال يتعودوا انه نحن لازم نكتئب بكل المواسم. يعني هلا ممكن الطفل كثير يتاثر من والده، لكن كثير مهم يكون في وعي عند الوالدين وما يزرع بعقل الطفل هذا الموضوع. لا، يخرجه برات المنزل، يخليه قريب من الطبيعه مثل ما حكينا، يخليه ياكل الامور اللي مثل ما حكينا بتفيده صحيا، بترفع من مستوى هرمونات السعاده، يعطل عنده اي شيء له علاقه بالفراغ. الفراغ ممكن يكون مساعد كمان لموضوع الاكتئاب، فيعطل من امور الفراغ، دائما يكون يومه معبى، نومه ليلا كثير مهم النوم ليلا يكون كافي. هي الامور كلياتها بتكون جيده وبتخلي هذا الطفل ما يدخل بمعمعة التغيرات الفصليه والاكتئاب الموسمي. اكيد بالختام موضوع كثير مهم ونصائح مهمه من حضرتك كنت معنا اليوم دكتور سمير هادية، شكرا لك ولوجودك معنا اليوم. وانا بتشكركم، يعطيكم الف الف عافيه يا رب. الله يعافي قلبك دكتور، ودائما احنا بنقول السعاده من الداخل، يعني صحيح. احنا بنكون مرتاحين من جوا، ما في ولا فصل بالحياه كلها حيأثر علينا. شكرا لحضورك دكتور لليوم. شكرا لك.